نعلن اليوم تسمية اسم معهد تدريس قارئة الكتائب وقارة الألوية وقارة الألوية. انطلقت معركة الساحل الغربي، وكان أحمد سيف اليافعي الذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان حينها قائداً لهذه المعركة، وتحت قيادته تحرر باب المندب وذباب ومنطقة يخطل، حتى وصل الجيش إلى مشارف مديرية المخاء، آخر المعارك التي خطط لها وتقدم صفوفها الميدانية. وأثناء السيطرة على جبل النار شرق منطقة المخاء الساحلية، استشهد اليافعي باستهداف صاروخي حراري موجه حط في موكبه. عرف عن اليافعي تواجده المستمر في الصفوف الأمامية للمقاتلين واحتساب النصر لهم والإشادة بتضحياتهم. قبل ذلك كان اليافعي من أبرز قادة التحرير في عدن والأحج، وبعد موته وصل الجيش معاركه الميدانية وتحررت المخاء، وربما كان النصر في تلك المعركة تتويجا لجهود المقاتل الشهيد. استمر بعد ذلك تقدم قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في جبهة الساحل الغربي، ووصل الجيش إلى مشارف الحديدة ثم توقف لأشهر، ليعود التقدم مؤخرا بالسيطرة على مديرية حيس التابعة للحديدة. الشاهد في هذه المعركة هو أن الأهداف وعناصر السيطرة والقوة لم تعد كما كانت أثناء تواجد اليافعي، خصوصا إذا ما تم النظر للأمر من بوابة التباين الحاصل بين الشرعية اليمنية وطبيعة الدور الإماراتي المسيطر والمتحكم في هذه الجبهة. فالواضح أن موت اليافعي أسهم كثيرا في تعزيز ذلك الدور، وأنهى أو قلل من نفوذ الشرعية الذي كان يمثله اليافعي باعتباره نائبا لرئيس هيئة الأركان.